قاموس إنجليزي. هذا يعني شيئاً واحداً، إن الفاعل يقرأ الإنجليزية أو أنه يتعلم الإنجليزية. رائع، لم نعد مطالبين بالبحث على الكوكب كله. افتحيه، ربما نجد دليلاً داخله. إن صاحب هذا القاموس هو مستر غير معروف. انظر إلى التوقيع آخر صفحة. آي 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 آي. هذا تاريخ طبع الكتاب. استسلم أو؟ أو ماذا؟ هيا لنذهب إلى المكتبة. مكتبة المدرسة. هاي، نريد أن نريد أن نعرف من نعرف من آخر شخص كان. طيب طيب، سوف أخبركم بكل ما حدث. لا داعي للصياح. أعلم من نقل العدوى، إنه القط الأزرق وصديقته السمكة البرتقالية. ما كان هذا؟ مسلسل درامي. دان دان دان. كيف يمكن؟ كانوا يشاهدون الكرتون على موقع قرصنة يحمل الفيروس. الحمقى يدمنون هذه المواقع، لذلك قاموا بمحو الشرائط واستعاروا قاموس الإنجليزية. كعادتك تتسرعين. أكثر إنسانة متهورة قابلتها في حياتي. تتكلمين بقبضتك لا لسانك. عبقرية. نفس الخط المكتوب في قاموس الإنجليزية. ضمننا أن لا يفصلون. أحسنت في ترتيب الأدلة. برافو مفتش كولومبو. طبعا صح. أخيرا اقتنعت أنني لست وحشان. من قال وحش؟ كلكم. ليست كلمة حقيقية. أوكي، لما أعيش من دون أصدقاء؟ لا 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 لا، لا تقلقي، منذ الآن سيكون الجميع أصدقائك. لن أستعمل قبضتي. هذا لا يمكن أبداً. نعم. هل ستبلغاني مستر براون بنتيجة التحقيقات التي توصلتما إليها؟ طبعاً، سنصل لهذا قريباً. قلت لا يمكن أبداً. عندي حل، لنحاول تعطيلها بالكتب. هذه الكتب رديئة. لأن هذا خاص بمذكرات المشاهير، نريد كتبا أكثر قوة. تعالي هنا، الأدب الحقيقي، كلاسيكيات مليئة بالقوة. انتظري، الفن قادر على المواجهة. حرب وسلم. ها، أو إنها فقرة السلام. ها. عشرون ألف أسطورة تحت سطح الماء. كتاب عن الطوفان. ذهب مع الريح. ذهب مع الريح. المكتبة تحولت لساحة حرب. من سيعثر على كتاب النصر؟ عنوانه بدأ مشوقا. جيمي، استعملي موبي ديك. الفرسان الثلاثة. لقد وقعنا في الفخ. أو قضي علينا. هذا عنوان الكتاب. لا انتظري، هذا الكتاب ينتهي بانفجار. هذا فخ فعلا. ستحبسان هنا للأبد. لم يعد أحد يقرأ الفلسفة الإغريقية. انتظري، لماذا تفعلين هذا؟ لأن الكتب فقدت. أنت تبحثين عن قراء؟ دمرت الكمبيوترات لأنها جعلت وظيفتها بلا أهمية. وظيفتها بلا أهمية من دون الكمبيوترات. لماذا لا تتركين نخرج من دون حروب؟ قلت إنكما لن تخرجا من هنا. قلت سأحبسكما إلى الأبد. واو، لا أصدق هذه التصويبة. قلت لك إنني لا أخطئ. واو، ظهر الحق، نحن بريئتان. ومن حظنا أنها كتبت جريمتها بنفسها. وستدفع ثمن كل الكمبيوترات والأجهزة التي دمرتها في المكتبة، وسوف تعمل لـ400 عام بلا أجر. خرجنا من هذه التجربة أصدقاء، صح؟ لا، أكثر من أصدقاء. صداقة غداً. اليوم. الأفضل غداً. صداقة للأبد. نعم نعم.